هذا معرض كبير، تموقع ديال هذا المعرض كمعرض لتحويل المواد الغذائيه وبخصوصا الزيتون هو شيء جد جميل. كنشوفوا بانه كاين واحد البروفيسيوناليزم، كاين واحد الحضور قوي ديال الفاعلين، كاين كذلك انتاج اللي هو موجود هنا في المنطقه يعني الشرقيه تقريبا اكثر من 200 الف طن، 120 الف هكتار اللي هي مغوصه، اللي فقط 70% اللي بدات كتعطي النتيجه، 30% مازال جايه في السنين المقبله ان شاء الله. اليوم كانت مناسبه لتدشين او لاعطاء انطلاقه لواحد العدد ديال المشاريع. عطينا المشروع ديال انطلاقه المشروع ديال 3000 هكتار ديال اللوز، وكذلك زرنا ودشنا يعني الوحده الصناعيه ديال التحويل ديال الزيتون وديال الفلفله كذلك اللي هي كتصدر لاوروبا. وهذا شيء جميل انه من هنا من توريت الحمد لله ولاو الصناعات التحويليه اللي يمكن يصدوا للخارج ويصدوا لاوروبا بمنتوجات محليه. هذه بدايه والمستقبل احسن ان شاء الله. كما كتلاحظوا اليوم تعطت الانطلاقه ديال المعرض، النسخه الاولى للمعرض ديال الصناعه التحويليه للزيتون بتوريت. وهذا الاقليم بصراحه يعني يستحق انه يداروا فيه معارض اكبر من هذا المعرض، والشرف الكبير انه جاء يعني افتتحوا السيد الوزير يعني شخصيا لما له من اهميه لهذا المعرض. واللي كنعرفوا انه اقليم توريت اقليم ديال الزيتون يعني بامتياز، اقليم توريت اليوم ولا من الاقاليم الرائده، حيث انه اقليم ولا كيتمن لنا يعني الزيتون ديال 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 الجهه كامله. والغرفه الفلاحيه كما كتلاحظوا انها دائما يعني وراء هاد المعارض. درنا واحد سلسله واحد المجموعه ديال المعارض يعني تقريبا درناهم في الاقاليم ديال 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 الجهه، وكل معرض كيكون بشعار على حسب المزروعات اللي كاينه يعني في الاقليم. اليوم كانت الانطلاقه نتاع المعرض الاول للصناعه التحويليه بتوريت اللي كيهم القطاع الفلاحي، كان اول معرض والحمد لله عطى الصدى ديالو، كان النجاح ديالو قوي بفضل مجهودات الجميع الشركاء. بالنسبه لجماعه التوريد شريك اساسي لا في التمويل لا في اللوجيستيك، لا سهرنا تقريبا مع الناس ديال العماله والناس ديال الفلاحه ولونسا، وكنشكروا الجميع على المجهودات اللي تقامت، وان شاء الله كنطمحوا ان شاء الله باش تكون النسخه ديالو ان شاء الله الثانيه تكون معرض دولي ان شاء الله بحول الله. انا كنتحسب من الناس اللي نظموا هذا من اللجنه نتاع المعرض، ولكن كنشكر الناس اللي يعني واكبوا وسايروا باش نجح لنا هذا المعرض، ونتمنى ان شاء الله ما يكونش هذا الاول والاخر. والزياره نتاع السيد الوزير حتى هي زادت واحد القيمه مضافه للمدينه، وفرحنا بزاف، وهذا اللي كيشجعنا باش غادي نزيدوا لقدام، خصوصا ان مدينه توريت راه كتحسب يعني من الاوائل الناس اللي كيصدروا في اوروبا، ومعروف على الصعيد الوطني من خلال يعني الزيتون وزيت الزيتون. وانا كنستعمل دايره دابا عارضه الزيتون ديال الزيت اكسترا فيرج، والزيتون دايره بدون مواد حافظه، ونتمنى ان شاء الله باش نزيدوا لقدام. والمدينه دابا الحمد لله انتعشت وغادي تزيد، يعني نتمنى باش يزيدوا معامل اخرين، وراه كاين وزينات اخرين يعني بزاف، وكاين معامل بزاف، ونتمنى ان شاء الله المزيد، وباش الشباب ديالنا كلشي يخدم باش حتى واحد ما يبقى عاطل. والحمد لله